السلام عليكم. من بين الكنوز التي تزخر بها مدينة الجزائر واللي تعبر على العمق نتاع التاريخ نتاع المدينة تاع الجزائر والعاصمة تاع الجزائر، اليوم حبينا نعرفوكم ببعض البنايات المتواجدة في القصبة السفلى، ومنها المقر نتاع الدائرة الإدارية القديم لباب الواد، وكذلك قصر الحمراء، وبعض البنايات المتواجدة في رواق المقهى الذي كان ملتقى الفنانين من قبل، وأبرزهم الحاج حمد العنقا، وكذلك قصر الداي حسن باشا. إذن هذه بعض البنايات اللي راهي انطلقت فيها العملية نتاع الترميم والتأهيل. وكذلك شيء جميل هو أنه تقرر إنشاء مدرسة عليا لتكوين مهندسين وتقنيين ساميين في الترميم بصفة عامة، كل جوانب نتاع هذه العملية المهمة جدا نتاع الترميم. إذن فيه مدرسة سوف يأتين أو للتكوين شباب في هذا الميدان وصقل الخبرات، يعني شيء مهم جدا. خليكم تابعوا الفيديو والسلام عليكم. صوت نديرها من هنا ديرها الفوقا كاع كيما راهم قاريا داكور ديرها زوج دو فواتير ومن بعد نشوفو ان شاء الله نلقاو لومبوتياج.